بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائينا طلاب الثانويه العامه اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا مدرسه على الهواء ماده الكيمياء للصف الثالث الثانوي العام. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا جدا في مشتقات الهيدروكربونات. تعتبر من الحلقات اللي المفروض الطالب بيعيدها مره واثنين وثلاثه واربعه في مذاكرته. الحلقه ان شاء الله تبقى سهله معانا هندرس مع بعض النهارده تحضير الكحولات واهم خواص الكحولات لو ساعدنا وقتنا ان شاء الله تحضير الكحولات الكحولات ليها عده طرق للتحضير منها في الصناعه منها طرق تحضير الكحولات اللي بيتم في الطرق الشائعه في بعض البلدان النفطيه زي هيضره الالكينات وخصوصا هيضره الايسيلين هندرس النهارده كحول ايسيلي ازاي نحضر كحول ايسيلي كحول ايسيلي ده من الكحولات احاديه الهيدروكسيل اولي هندرس ازاي نحضر كحول ثانوي كحول ثالثي نبدا على طول مع بعض كده باول طريقه لتحضير الايثانول في الصناعه ايثانول يعني كحول ايسيلي كحول ايه ايسيلي ذرتين كربون او اتش واحده مجموعه الكربينول اللي مرتبطه معانا بالOH اتش هيتحتوي على ذرتين هيدروجين لو احنا بدانا كده بطريقه تحضير الايثانول الكحول الايثيلي في الصناعه ازاي بنحضره من التخمر الكحولي للسكروز للملاس الملاس بقايا ايه القصب بتاع بعد إيه ما نحصل منه على المحلول السكري لو شفنا مع بعض المعادله كده الاولى النهارده لتحضير الايثانول انا باخد سي 12 h 22 او 11 هنعمل لها تحلل مائي التحلل المائي هيبتدي يتكون عندي c 6 h 12 o 6 ده يسمى جليكوز ايضا يطلع جزء تاني منه اللي هو عباره عن ايه يا سي 6 h 12 o 6 انا كده بعمل تحلل مائي لمين؟ للسكروز، للمناس، السكروز عندي عملت له تحلل مائي، حصلت على جليكوز وفركتوز. طالب دلوقتي بيفكر سي 6 اتش 12 او 6، سي 6 اتش 12 او 6، ده ايه ده؟ ده نفس الصيغه الجزيئيه، تمام، بس الجليكوز زي ما هنعرف بعد كده بيحتوي على مجموعة ألدهيد، والفركتوز يحتوي على مجموعة إيه؟ كيتون، فبالتالي مجموعة كيتون اللي هي كاربونيل مجموعة الدهيد اللي هي فورمايل بالتالي دول يعتبروا ايزيماريزم ده متشكل مشابهة جزيئية سي 6 اتش 12 او 6 جلوكوز يتفق في الصيغة الجزيئية مع الفركتوز ويختلف في الصيغة الايه؟ في الصيغة البنائية بعد ما خدنا السكروز عملنا له عملية تحلل مائي حصلت على جلوكوز وفركتوز بنعمل له عملية تخمر بواسطة انزيم زيميز، انزيم الزيميز ازاي؟ ادي سي 6 اتش 12 او 6 هنضيف عليه انزيم انزيم عن طريق الخميرة البيرة انزيم الزيميز الزيميز على حسب ما تنطقه هيكون معانا سي 2 او اتش كحول أسيل زائد ثاني اكسيد الكربون طبعا هيطلع كحول ايثيل هنا 2 مول من مولات الايثانول يعني هنا احنا خدنا السكروز تحلل مائي ثم عملنا عمليه تخمر يبقى دلوقتي للحصول على الايثانول الحصول على الايثانول من السكروز بيجرى عمليتين تحلل مائي ثم عمليه ايه تخمر كده حصلت على الايثانول طالب يفكر بقى انت معايا الايثانول، الايثانول ده يعني لو خدت الايثانول كحول ايثيلي وبدات الكحول الايسيلي ده نزعت منه ميه عند درجه 180 حصلت على الايسيلين. يبقى كيف نحصل على الايسيلين من السكروز؟ تحلل مائي تخمر بواسطه انزيم زي ميز ثم عمليه نزع جزيء ميه من الايثانول عند درجه 180 عشان احصل على الايثيلين طب الايثيلين ده ليه بعض التفاعلات منها اضافه منها ايه تفاعلات احتراق الايثيلين ده لو عملت له اضافه واكسده في نفس الوقت من خلال اختبار باير حصلت على الايثيلين جلايكو يبقى انت عرفت انا هقول ايه دلوقتي السؤال اللي جاي كيف نحصل على كحول ثنائي الهيدروكسيل السيلين جلايكول من السكروز سكروز مولاس تحلل مائي ثم تخمر ثم نزع مية ثم عملية أكسدة وإضافة من خلال اختبار باير يبقى الخطوة الأولى اللي عملناها النهاردة واتكلمنا عليها اللي هي الحصول على الإيسانول من التخمر الكحول طب إيه الطريقة الشائعة لتحضير إيه الكحول الإيسيل الكحول الايسيلي اساسا يعتبر من البتروكيماويات بتروكيمائيات او كيماويات بيحضر منين من هيدره ايسيلين ايسيلين ده اول الكين عندي الايسيلين سي 2 اتش 4 هعمل له هيدره في وجود حمض كبريتيك مخفف عند 110 درجه مئويه ايه اللي حصل هنا هيدره للايسيلين فحصلت على الايسانول السنين ده ممكن نحصل عليه من منتجات البترول تعالوا نشوف الخطوات كده بالراحه مع بعض ونتعلم كيف يمكن الحصول على الايثانول من منتجات البترول انا معايا منتجات البترول ككل المنتجات دي كلها معانا منتجات بترول ايه اللي هيحصل كده منتجات بترول هعمل له عمليه ايه تكسير حراري حفزي حراره عامل حفاز ضغط انا بعمل عمليه تكسير حراري حفزي في وجود ما يسمى بالعامل الحفاز لمنتجات البترول. منتجات البترول دي هتطلع لي ايسيلين سي اتش اربعة الايسيلين ده سي اتش اربعة هضيف له ميه زي ما خدنا قبل كده في وجود H2SO4 لازم يكون هنا مخفف عشان يساعد المية في كسر الرابطه باي في الايثيلين عن طريق ايون الهيدرونيوم هيبتدي يكون عندي ايه هيكون معانا C2H5OH يبقى انا حصلت على الايثانول من منتجات البترول يعني بدات بمنتجات بترول تكسير حراري حفزي حصلت على الايثيلين الايثيلين عملت له يعني ضفت له ميه في وجود حمض كبريتيك سخنت لغايه درجه 110 درجه مئويه حصلت على الايثانول. السؤال دلوقتي على طول علل الايثانول الايثانول من البتروكيماويات لانه بيصنع من ماده كيميائيه نتجت من منتجات بترول يصنع من هيدره الايسلين والايسلين دي ماده كيميائيه نتج من هيدرة منتجات البترول حصلت على ما يسمى بالإيثانول دي طريقة نسميها الطريقة الشائعة لتحضير الإيسيلين في الدول النفطية اللي هي بتنتج عندها كميات كبيرة جدا منين من البترول يبقى دلوقتي أنا خطوات تحضير الكحول الإيسيلي أو واحدة بالتخمر الكحولي وده بيتم في الصناعة حصلنا على الإيثانول من هيدرة أو نقول عليه تحلل مائي ثم تخمر لإيه؟ للسكروز أو ما يسمى بالملاس أما الطريقة الثانية عن طريق هيدرة حفزية للإيسيلين إيسيلين سي 2 اتش 4 أعمل له هيدرة في وجود حمض كبريتيك سخنت لغاية 110 حصلت على الإيسانول طب الإيسيلين ده جه منين؟ جه جيم من تكسير حراري حفزي لمنتجات الإيه؟ البترول طبعا الطريقه دي تعتبر الطريقه الشائعه لتحضير ما يسمى بايه يا شباب؟ ما يسمى بالايثانول. الايثانول ليه طرق تحضير كتير تاني. طيب الطرق العامه لتحضير الكحولات بصفه عامه سواء كان كحول اولي او كحول ثانوي او كحول ثالثي. طيب الكحول الاولي زي ما تعرفنا قبل كده بنعرفه ازاي؟ كاربينول مجموعه الكربينول ذره الكربينول تحتوي على ذرتين هيدروجين اما الثانوي الكاربينول يحتوي ذره هيدروجين الثالثي الكاربينول لا يحتوي على اي ذره هيدروجين حره موجوده معانا لو احنا حبينا نحضر الكحول الايسيلي بقى برضه بطريقه ايه تحلل مائي قلوي لهاليد الالكاين اولا يعني ايه هاليد الالكايل? اكيد انت عارف معنى هاليد الالكاين تعالوا نشوفه كده مع بعض انا هكتب كدا. ار اكس ايه ده هاليد الكايل يعني ايه الكايل مجموعه الالكايل اللي موجوده عندي معاها ايه هالوجين زي كلور فلور بروم يود بس الاول خلي بالك يا استاذ انت دلوقتي الاكس ده بتقول لنا ايه عندي اما كلور او البروم او اليود يا ترى استخدم مين الفلور صعب قوي فلور صعب جدا لان سلبيته الكهربيه عاليه افضل واحد للتحلل عندي تحلل المائي هو اليود لان المجموعه 7 7A في الجدول الدوري مجموعه الهالوجينات كل ما بيزيد العدد الذري كل ما بيزيد نص القطر كل ما يقل جهد التاين يعني سهل التاين يعني انا مثلا لو استخدمت سي 3 سي كلوريد ميسايل غير لما استخدم سي 3 بي الله طب غير في ايه؟ قال لي سي اتش 3 بي هو الاسهل تحلل لان ده اكبر نص القطر لان ده اسهل له في التاين امال لو استخدمت سي اتش 3 اي اسهل واسهل يبقى ترتيب الهالوجينات من ناحية التحلل التحلل الايه؟ المائي القلوي اسهلهم تحلل اليود ثم البروم ثم عنصر الكلور. هاليد الالكايل يعني مجموعة الكايل مع عنصر من الهالوجينات اللي موجودة عندي أنا بعمل إيه؟ تحلل مائي يبقى لازم أستخدم محلول مائي قلوي يبقى بستخدم محلول مائي قلوي لمين؟ لهاليد الألكايل هنحللها إزاي؟ هنحضرها إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض أول طريقة لتحضير ما يسمى بالإيه؟ بالكحول الإيسين طيب أنا لو خدت دلوقتي سي 2 اتش 5 اي تعال نسميه ولاد ده اسمه ايه ونوعه ايه سي 2 اتش 5 اي ده اسمه ايه يوديد الايسايل مركب يوديد الايسايل كويس قوي طيب سامع طالب يقول لي ده عباره عن ايه ده هاليد الكايل طب نوعه ايه انا معانا ايه هنا سي 2 كويس اتش 2 3 4 5 ومعاه الاي الآي دلوقتي ارتبطت بالكربينول اللي معاه ذرتين هيدروجين يبقى ده نوعه هاليد الكايل أولي خلي بالك هاليد الكايل أولي اه ده أنا ممكن يطلب مني في الامتحان كيف تحصل على كحول إيه أولي من هاليد الكايل إيه أولي هاخد سي 2 اتش 5 آي هفعله مع إيه؟ مع الكي أو اتش هيدروكسيد بوتاسيوم شرط مهم جدا اللي لازم تكون ايه مائية واعمل عملية تسخين تحلل الكي مع الاي يبقى طلعنا كي اي فاضل عندي ايه فاضل عندي سي اتنين اتش خمسة او اتش الايثانول يبقى حضرت كحول اي سيلي ده يعتبر كحول احادي الهيدروكسيل اولي حضرته منين من هاليد الكايل اولي يعني السؤال يساله لي في الامتحان كيف نحصل على كحول ايسيلي من يوديد ايسايل من كلوريد ايسايل من بروميد ايسايل من هاليد الكايل كيف نحصل على كحول اولي من هاليد الكايل ايه هاليد الكايل اولي تعالوا نشوف مع بعض كده مثال تاني عشان ناكد المعلومه بتاعتنا انا دلوقتي هنستخدم يوديد ايسايل خلاص استخدمناه طب لو كلوريد عادي جدا ادي سي 2 اتش 5 سي ال كلوريد الإيصايل هناخد كلوريد الايسايل وده معادله مهمه للحصه اللي جايه كمان او المحاضره اللي جايه كلوريد الايسايل معايا هناخده مع الكي او اتش هيدروكسيد بوتاسيوم شرط أساس تكون مائيه في عمليه تسخين حصلت على ايه؟ سي 2 اتش 5 او اتش كحول ايسيلي زائد كي سي ال كلوريد الايه يا جماعه كلوريد البوتاسيوم كحول ايسيلي حضرته من كلوريد الايسايل كلوريد الايسايل ده يعتبر هاليد الكايل اولي طيب هاليد الالكايل ده لو انا كتبته كده ادي سي اتش 3 سي معاها سي ال ومعانا هنا في الحاله دي هيدروجين وهنا هيدروجين. المركب اللي فوق سي 2 سي 2 اتش 5 3 4 5 سي ال طيب انا لو غيرت ده وبدل ما اكتب كده سي ال معاها اتش حطيت هنا مجموعه ميسايل اه دخلنا بقى لإيه؟ ازاي نحضر كحول ثانوي ازاي؟ انا عندي المركب ده نوعه ايه في الأول قبل ما نقول اسمه مع بعض؟ ده يعتبر هاليد الكايل ثانوي، عرفت ازاي؟ الكلور ارتبط بالكربون المرتبطة بذرة هيدروجين واحدة، ده يعتبر هاليد الكايل ثانوي، طب عاوز اسميه معاك؟ عد معايا واحد اتنين تلاتة، تلاتة يبقى ده بروب، يبقى ده بروبان في الذره التانية مرتبط بالكلور يبقى المركب ده اسمه اتنين كلورو بروبان اسمه ايه اتنين كلورو بروبان او نقول عليه كلور بروبايل كاسم شائع لكن ده يسمى علميا بالايوباك اتنين كلورو بروبان هناخد ده مع الكي او اتش نفس الفكره المائيه في وجود حراره الكي سحبت سي ال يبقى دي كي سي ال كلوريد بوتاسيوم فاضل معايا ايه غير بقى مكان السي ال حط ال اتش يبقى انا معايا سي اتش 3 والسي سي اتش 3 معاها ذره هيدروجين وهنا معانا او اتش ده يعتبر ايه يا جماعه ده كحول ثانوي كحول ثانوي ازاي الكاربينول يحتوي على ذره هيدروجين واحده ده كحول ثانوي يسمى واحد اتنين تلاتة يبقى ده بروب يبقى ده بروبانول والأو اتش في الذرة الثانية يبقى المركب ده اسمه اتنين بروبانول اسمه ايه يا جماعة؟ اتنين بروبانول يبقى كيف نحصل على اتنين بروبانول من اتنين كلورو بروبان كيف نحصل على كحول ثانوي من هاليد الكايل ثانوي يبقى انا حضرت كحول ثانوي من هاليد الكايل ثانوي. يبقى في طرق عامه لتحضير الكحولات اللي هي حضرت انا معاكم دلوقتي كحول اولي اللي هو الايثانول ممكن بنفس الفكره احضر كحول ميسيلي الميثانول حضرت كحول ثانوي اللي هو كحول بروبانول ثانوي او يسمى 2 بروبانول. كل الفكرة إن أنا بستبدل الإيه؟ الهاليد اللي هو الهالوجين اللي هو الإكس اللي هو الكلور أو البروم أو اليود، لكن مين أسهل واحد تحلل؟ اليود اللي بعده اللي هو أكبر منه في نص القطر ولا أصغر؟ أصغر اللي فايه في الجدول اللي هو بروم اللي بعده الكلور يبقى أسهلهم تحلل اليود ثم البروم ثم الكلور كده احنا بنحضر الكحولات يبقى اللي اتكلمنا عليه النهارده ايه مع بعض كده تحضير كحول ايسيلي في كذا طريقه ممكن تحلل مائي ثم تخمر للسكروز الطريقه الثانيه الطريقه الشائعه في الدول النفطيه الدول اللي فيها بترول كتير اللي هي هيضره حفزيه لمين للايسيلين الذي ينتج من ايه من ما يسمى منتجات البترول ودي ممكن نحضر منها يا جماعه كحول ثانوي وكحول ثالثي طيب ازاي احنا خلينا مع بعض كده واحده واحده ازاي نحضر كحول اولي من هاليد الكايل كحول ثانوي من هاليد الكايل وتعرفناه تعالوا نشوف ازاي نحضر كحول ايه كحول ثالثي من هاليد الكايل ونرجع نشرح الهيدره تاني للالكينات اللي موجوده. كانت اخر حاجه لو نفتكرها مع بعض بالشكل ده. CH3C CH3 هبدل ذره الهيدروجين بقى، هشيل ذره الهيدروجين، احط مجموعه ايه؟ الكايل جديده. ازاي؟ انا معايا هنا المركب CH3 ومعاه الكربون الذره المركزيه اللي عندي، هنا CH3 معانا CH3 ومعانا كمان ايه هيدروجين أو نحط ايه بقى؟ هنا مثلا الكلور أو البروم أي واحد فيهم هينفع معانا كلور لو حطيت سي اتش 3 هنا عادي طيب أنا أطول سلسلة معايا أهي واحد اتنين تلاتة ده اسمه ايه؟ بروب بروبان كويس في كلور وفي ميسايل أكتب مين في الأول؟ أيوة كده هنقول مع بعض كتبنا الكلور الأول كلوره وبعد كده ميثايل طيب انا معايا الكلور ده فأني زره في انهي ذره؟ في الذره رقم 2 يبقى ده 2 كلورو 2 ميثايل بروبان يبقى معانا مركب يسمى 2 كلورو 2 ميثايل بروبان وده يعتبر هاليد الكايل ثالثي اتفقنا بنعرفه ازاي؟ بمنتهى البساطه هاليد الكايل ثالثي الكلور الكربون اللي معاه مجموعة ميسايل 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 ما عنديش ولا ذرة هيدروجين حرة هناخد ده مع الكي او اتش طبعا المائية في وجود حرارة بدل الكلور مكان الكيم يعني ايه؟ هيطلع معايا سي اتش 3 مرتبط بسي سي اتش 3 وكمان سي اتش 3 ومعانا هنا بقى ايه؟ ال كي خدت سي ال دخلنا الاو اتش يبقى طلعنا كي سي ال زائد كحول ايه ثالثي ايش عرفك ان ده كحول ثالثي يا استاذ ده كحول ثالثي اولا هو احاد الهيدروكسيل عنده مجموعه هيدروكسيل الكاربينول بتاعته ما فيهاش ولا ذره هيدروجين حره يبقى ده كحول ثالثي هنعرف يعني كمان ان طالما ما فيش ذرات هيدروجين حره يبقى الكحول الثالثي غير قابل لعمليه الايه الاكسده حل ثالثي ده عاوز اسميه معاك تعال نسميه واحده واحده كده تسميه ايوباك تسميه علميه اقرب مكان للاو اتش OH طبعا ادي واحد اتنين تلاته يبقى ده بروب بروبانول بروبانول فين الاول يعني OH فين الاو اتش في الذره التانية والذره التانية فيها مجموعه ايه ميسايل يبقى المركب ده يسمى اتنين ميسايل اتنين بروبانول اسمه ايه تاني يا شباب 2 ميثايل 2 بروبانول. طيب السؤال يجي في النقطة دي ازاي؟ كيف نحصل على 2 ميثايل 2 بروبانول من 2 كلورو 2 ميثايل بروبان؟ كيف نحصل على كحول ثالثي من هاليد الكايل ثالثي؟ وضح أثر التحلل المائي القلوي ل 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. بص ده إيه بتشاور على ايه؟ تحلل حراره مائي محلول مائي قلوي معانا مركب قلوي ل 2 كلورو 2 ميثايل بروبان حصلت على ايه؟ على المركب اللي موجود عندي اللي هو يعتبر كحولي ثالثي او يسمى 2 ميثايل 2 بروبانول. طلبه كتير جدا في الجزئيه دي تستصعب الدرس ده. الدرس ده سهل لو انت فاهمه مش حافظه. لو انت فاهم الدرس ده كويس تقدر تشتغل فيه صح. طيب احنا هنفهمه ازاي؟ عندك تحلل مائي كويس يبقى لازم محلول مائي، قلوي يبقى معايا ماده قلويه، لهاليد الكايل لازم تحدد ولا ثانوي ولا ثالثي هتقدر تحضر منه كحول اولي او ثانوي او ثالثي. الجزء بتاعنا التاني اللي هو في التحضير الكحولات اللي هو عمليه الهيدرة هيدرة حفزيه للالكينات. الالكين الوحيد اللي اقدر احضر منه ايثانول هو الايسلين الايسين سي 2 اتش 4 عملنا له هيدره في وجود حمض كبريتيك عند 110 درجه حضرت كحول اولي. طب هل الطريقه دي تنفع لتحضير كحول ثانوي؟ طبعا تنفع. لثالثي؟ ايوه تنفع وهنطبق هنا قواعد او قاعده مهمه اللي هي قاعده مارك نيكوف. تعالوا نشوف الاول هيدره الايسيلين. تاني؟ اه تاني نشوفها كده مع بعض عشان نبني عليها القاعده الاساسيه لتحضير ما يسمى بايه بالكحولات. معايا سي دبل سي ده عباره عن ذرتين ايه؟ ذرتين كربون هنا طبعا ده ايسيلين يبقى معانا هنا ادي اتش، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، الايسيلين اللي معانا. ايسيلين هاخده مع الميه الميه عباره عن اتش او اتش ايه اللي هيحصل طبعا التفاعل ده بيتم في درجات حراره عند 80 درجه الاول يطلع كبريتات ايه عندنا ايه الاول كحول ايسيلي عندي في وجود حمض الكبريتيك لو خدتها بتفكير بسيط افتكر ان عندي 80 درجه يطلع كبريتات ايسيل هيدروجينيه اضيف الميه بعد الحمض حصلت على مين على الكحول الايسيلي انا معايا ايسيلين عملت له هيدره ايه اللي حصل هكسر الرابطه دي يبقى هنا سي رابطه احاديه سي هيدروجين الثاني الثالث الرابع هنا في مكان فاضي ومكان فاضي انا معايا اتش او اتش الاتش ده موجب والاو اتش سالب ايه ده انت هتطبق قاعده ماركنيكوف هنا ما تنفعش ليه ما تنفعش لان ده الكين متماثل الكين متماثل الكربون مع 2 هيدروجين كربون 2 هيدروجين في مركب غير مشبع، أمال هنعمل إيه؟ الإتش دي تروح لأي ذرة، هي هي. أنا حطيت اتش هنا وأو اتش -OH هنا. يبقى ده كحول اسمه كحول إيسيلي. عملية دي اسمها عملية هيدرة حفزية للإيسيلين. حصلت على الكحول الإيسيلي. طب نوعه إيه ده؟ أحادي الهيدروكسيل عنده أو اتش، ولكن أولي. يعني إيه أولي هنا؟ الأو اتش دي الكربونة اللي معاها بنسميها كاربينول. الكاربينول دي معاها ذرتين هيدروجين وده هنعرف انه قابل للاكسده على مرحلتين في خواصه المهمه اللي هتتقال ان شاء الله يبقى ده كحول اولي احادي الهيدروكسيل تعالوا نشوف مع بعض بقى ازاي نحضر كحول ثانوي عشان احصل على كحول ثانوي بنفس الطريقه اتفقنا ان احنا هنطبق قاعده ماركينيكوف طب انا المثال اللي فات اللي شرحته ما طبقتش قاعده قاعده ماركينيكوف ليه؟ سبب مهم جدا ان قاعده ماركينيكوف لا تصلح للتطبيق الا اذا كان مركب غير مشبع غير متماثل. ازاي غير مشبع غير متماثل؟ تعالوا نشوف مركب البروبين. بروبين عباره عن ايه؟ سي اتش 3 رابطه احاديه سي اتش دبل سي اتش 2 ده اسمه ايه المركب ده؟ بروبين اسمه يا شباب؟ بروبين سامع طالب يقول لي بروبيلين ماشي طب فين الرابطه الثنائيه في الاولى؟ جبتها هنا او هنا في الاولى بس هنا كربون ذرتين هيدروجين رابطتين كربون ذره هيدروجين رابطتين ورابطه كربون ثلاثه هيدروجين ورابطه يعني المركب اللي قدامي ده سليم كده ايه من ناحيه الصيغه الهيكليه بتاعته هنعمل له تفاعل ايه هيدرب في وجود مين؟ في وجود ميه الميه بتحتوي على ايه؟ اتش موجب او اتش سالب طب المركب ده يا ترى هذا التفاعل هيتم مع ايه؟ في وجود حمض الكبريتيك اتش 2 اس او 4 لازم يكون مخفف ولازم اسخن ل وعشرة درجه سيليزيه <applause> كويس يبقى دي شروط اساسيه هنطبق قاعده مارك نيكوف هنا بص معايا انا عندي المثال اللي قدامي دو لو جينا شفناه هتجد ايه؟ البروبين اللي موجود اهو بروبين سي اتش 3 سي CH, اتش سي اتش 2 الرابطه الغير مشبعه ايه؟ تمام؟ الرابطه الغير مشبعه كربون معاه اثنين هيدروجين غني بالهيدروجين وده كربون مع واحده هيدروجين فقير بالهيدروجين، ايه اللي هيتم بقى؟ هتتجه ذره الهيدروجين الموجبه الى ذره الكربون الغير مشبعه الغنيه بالهيدروجين ويتجه الشق السالب لذره الكربون الغير مشبعه الفقيره بعدد ذرات الهيدروجين يعني هيطلع ايه؟ CH3 رابطه احاديه CH الثنائيه دي اتكسرت دي كانت CH2 جت ذره هيدروجين هنا والاو اتش جي مع ذره الكربون الفقيره بالهيدروجين هذا المركب يسمى ايه؟ 2 بروبانول سميتها ازاي يا استاذ؟ واحد اتنين تلاته تلاته كربون او اتش في الثانيه يبقى في الثانيه في الاو اتش اول اول يعني كحول مع ايه الذره الثانيه يبقى انا حضرت الكحول اللي هو الثانوي من الهيدره الحفزيه للبروبين بروبين ماركينيكوف في وجود ميه تحتوي على شق سالب وشق موجب وده متفاعل غير متماثل مع المركب اللي موجود عندي البروبيم حصلت على كحول ثانوي يبقى زي ما شفنا دلوقتي الطريقه الثانيه اللي موجوده عندي الهيدره الحفزيه احنا عملنا ايه بنحضر الكحولات تاني يا استاذ تاني وثالث حضر الكحولات ازاي تحلل مائي للسكروز ثم تخمر بانزيم ميز من الخميره البيره كويس قوي حصلت على الايثانول طب ازاي تحضر الايثانول بطريقه تانية هيدرة حفزيه للايثيلين اللي نتج من تكسير حراري حفزي لمنتجات البترول يبقى في الحاله دي الايثانول من البتروكيماويات علل ليه اوعى تنسى تكتب في اجابتك المعادله علل الايثانول من البتروكيماويات لانه يحضر من هيدره حفزيه للإيسيلين وهو مركب كيميائي نتج بالتحليل الحراري الحفزي التكسير لمنتجات الايه البترول فبالتالي يعتبر من البتروكيماويات وادم الكلام ده بالمعادله الكيميائيه مع شروطها طيب يبقى تخمر مائي او تخمر كحولي للسكروز تحلل مائي للإسليم عملنا كمان بالتحلل المائي القلوي لهاليد الألكايل حصه دسمه جدا عليك في مذاكرتها نشطها ازاي بورقه وقلم اكتب الكلام ده كويس قوي هتستفيد بيه باذن الله طب ازاي بقى بنحضر كحول سالسي من ما يسمى بالايه بالهيدره الحفزيه معانا في الهيدرة الحفزية كده لو جينا نشوف المعادلة اللي قدامي دلوقتي أنا معايا CH3 رابطة أحادية C وبعدين دبل هنا في مجموعة ميسايل CH3 معانا بعد كده C هنا CH3 في ذرة هيدروجين هنا إيه المركب ده؟ طبعا عشان أسمي المركب بالأيوبات واحد اتنين تلاتة أربعة أطول سلسلة أربعة أربع ذرات كربون يبقى المركب ده ميس إيس بروب بيوت بيوت كويس أوي رابطة ثنائية بيوتين فين الثنائية؟ طيب يقول لي أنا هعدي من اليمين أقول له ماشي أنا معاك للآخر واحد اتنين الرابطة الثنائية في الثانية طالب التاني يقول لي من الشمال واحد اتنين الثنائية في الثانية ما اختلفناش عديت من هنا أو من هنا هي في الذرة رقم كام؟ اتنين اللي هي الرابطة الثنائية يه نون لكن هنختلف في حاجة بقى عد لي كده واحد اتنين تلاتة فيها مجموعة ميسايل واحد اتنين فيها مجموعة ميسايل اه يا ترى عد من ناحية تلاتة ولا من ناحية الاتنين اللي هي أقل في عدد الترقيم للتفرع يعني هعد من الشمال هنا يبقى ده اسمه اتنين ميسايل اتنين بيوتين يبقى انا عندي الكين اللي هو 2 ميسايل 2 بيوتين هذا المركب طبعا غير ايه بقى؟ غير متماثل ازاي غير متماثل؟ برضه هنقسمها كده بالراحه مع بعض ادي الكربونه اللي فيها الرابطه الايه؟ الثنائيه معاها مجموعه ميسايل والكربونه معاها هيدروجين الذره دي اغنى من دي دي فقيره بالهيدروجين ما عندهاش هيدروجين بما فيه الكفايه ايه اللي هيحصل؟ انا هعمل هيدرة ماشي حطيت اتش موجب او اتش سالب الميه بدات اضيف حمض الكبريتيك عند 110 هنطبق عن قاعده مارك نيكوف الهيدروجين يتجه لذره الكربون الغنيه بالهيدروجين والشق السالب يتجه للكربون الفقير بالهيدروجين هيتكون عندي ايه؟ CH3 C وهنا سي اتش 3 نكمل الاخر رابطه الثنائيه بقت رابطه احاديه سي معاها اتش فوق وجالها اتش يبقى اتش 2 اهي اتش تو ومعانا هنا سي اتش 3 وذرة او مجموعه الهيدروكسيل الهيدروكسيل دخلت في الذره رقم كام؟ 2 عاوزين نسمي الكحول ده ونعرف نوع اطول سلسله اهي معاك اطول سلسله او اتش ارتبط بكربون الكربون ده مرتبط بكربون من جهه بكربون من جهه بكربون من جهه ما عندوش ولا ذره هيدروجين حره يبقى ده كحول احادي الهيدروكسيل سالسي هذا الكحول نسميه مع بعض واحد اتنين تلاته اربعه معانا اربع ذرات كربون يبقى بيوت كويس بيوتانول واولام بيوتانول اسمه ايه؟ بيوتانول هذا البيوتانول واو لام يعني كحول فين الكحول ده؟ الاو اتش في الذره رقم اتنين جميل والذره الثانيه فيها ميسايل يبقى ده يسمى اتنين ميسايل اتنين بيوتانول يبقى انا حضرت اتنين ميسايل اتنين بيوتانول من اتنين ميسايل اتنين بيوتين دي هيدره حفزيه حفزيه لالكين مركب غير مشبع غير متماثل هتنطبق عليه قاعدة ماركينيكوف حصلت كده على الكحول إيه الثالث طبعا زي ما انتم شايفين كلامنا النهاردة محتاج منك تركيز كويس قوي محتاج ورقة وقلم محتاج تفهم القاعدة اللي انت شغال بيها يبقى انا حضرت الكحولات ازاي هنقول تاني نقول تاني ايه المانع انا عندي بحضر كحول إيه سين يعني بالك الحصة بتاعت النهاردة أصعب حصة في المنهج لو انت مش فاهمها هحضر كحول ايسيلي ازاي بناخد السكروز تحلل مائي ثم تخمر تحلل المائي حصلت على جليكوز وفركتوز عملت له عمليه ايه تخمر حصلت على الايثانول او بالهيدره الحفزيه للايسيلين اللي نتج من منتجات البترول تكسير حراري منتجات البترول حصلت على الايسيلين عملت له هيدره في وجود حمض كبريتيك مخفف عند درجه 110 حصلت على مركب الايثانول يبقى الايثانول هنا منين من البتروكيماويات وعمال اعيد لك السؤال تاني وتالت طيب تعالى حضر معايا بقى كحول إيسيلي من تحلل مائي قلوي طب ما مائي كفايه قلوي كفايه قال لي لا مائي قلوي عشان يبقى اسرع في عمليه التحلل لهاليد الالكايل مين الهاليد اللي اسهل تحلل فيه التلاتة اللي عندنا اللي هو اليود اسهل منين من البروم اسهل منين؟ من الكلور انا بقول ثلاثه طب ما احنا عندنا الفلور، الفلور صعب جدا في التحلل لان سلبيته الكهربائيه عاليه فبيبقى صعب التأين في عمليه التحلل المائي. الجزء اللي بعد كده يا ولد الايثانول ده مركب من المركبات اللي ليه استخدامات مهمه جدا في حياتنا. وقود ماده مطهره صناعه عطور يستخدم في صناعه الترمومترات اللي بتقيس للحراره اقل من خمسين درجه تحت الصفر ايه ده اقل من كام من خمسين يعني يقيس لغايه سالب خمسين طب ليه لانه بيتجمد عند درجه سالب مية وعشرة ونص درجه تحت الصفر يعني بيتجمد عند درجه مية وعشرة ونص تحت الصفر فبالحاله دي بيستخدم في صناعه الترمومترات اللي بتقيس لي درجه الحراره المنخفضه الايثانول بنصنع منه الوقود بماده مطهره مطهر للفم والاسنان صناعه ايه ما يسمى بالترمومترات اللي بتقيس الحراره المنخفضه وللاسف الشديد بيستخدم في صناعه الكحوليات اللي محرمه دينيا طبعا آه بتسبب امراض خطيره لجسم ايه الانسان طيب عشان آه نمنع تعاطي هذه الكحولات نعمل ايه نحول الايثانول الى سبيرتو احمر ايه السبيرتو الاحمر ده كحول محول يعني ايه كحول محول هو كحول ايسيلي يضاف عليه ميثانول كحول ميسيلي يضاف عليه بايريدين بعض الالوان والصبغيات. ليه؟ الميثانول يسبب الجنون والعمى لو حد شربه، الحمد لله مش هنشرب الحاجات دي خالص كده كده محرمه من عمل. طيب البايريدين تدي روايح كريهه للايثانول اما الصبغيات دي حاجه تانية بقى خالص بتسبب امراض للي بيتعاطى الكحوليات وبتفرض الدولة ضريبة عالية على الكحوليات دي لمنع استخدامها كخمور يبقى دلوقتي عندي الكحول الإيسيلي ممكن أحوله لكحول محول عندي بعض التحولات في الجزئية دي احنا اتفقنا ازاي من هليد الكايل احصل على ايثانول طب الايثانول اللي عندي ده اللي هو الكحول الايثيلي الكحول السيلي ليك تفاعل مهم جدا جدا نزع الميه عشان تحضر إيسيلين كيف تحصل على الايسان ايسان 2 اتش 6 منين من كلوريد الايسايل تاني كده هنكتب السؤال ده مع بعض ونجاوبه مبتدئا بكلوريد الايسايل كيف تحصل على الايسان او السؤال نقوله كده نريح تفكيرنا بسؤال جميل كيف نحصل على زي ما اتفقنا الإيسان وده الكان من ضمن الالكانات اللي هي تعتبر ايه مشبعه على الإيسان من كلوريد الايصايل كلوريد الايه؟ الايصايل عشان اطلع إيسان من كلوريد ايصايل انا معايا كلوريد الايصايل احوله الى ايثانول بتحلل ماء قلوي ايثانول حصلنا عليه ناخده ننزع منه ميه عند درجه 180 في وجود حمض كبريتيك مركز حصلت على الايثيلين باخد الايثيلين بعمل له تفاعل اضافه بالهيدروجين هدرجة عند درجه ما بين 150 الى 300 حصلت على الايثان السؤال تاني كيف نحصل على الايثان من كلوريد الايسايد اكتب معايا الاجابه قيد الايسايل عباره عن ايه؟ سي 2 اتش 5 سي ال ده يسمى كلوريد ايسايل هناخده مع ايه؟ مع الكي او اتش المائيه يعني في وجود محلول مائي لهيدروكسيد قلوي هيدروكسيد البوتاسيوم القلوي اللي عندي هنحصل على ايه؟ زي ما احنا شايفين كده هنحصل على سي 2 اتش 5OH ايثانول زائد KCl الايثانول C2 H5 OH في وجود حمض الكبريتيك H2SO4 لازم يكون مركز عند درجه 180 درجه سينيزية نزعنا جزيء ميه طبعا الميه بتنزع هنا عند درجه 80 بس لكن احنا وصلنا لغايه 180 عشان كبريتات الايصال الهيدروجينيه والكلام ده اتقال قبل كده حصلت على سي 2 h 4 الايسيلين اللي خرج اللي هو c 2 h 4 هناخده نعمل له عمليه هدرجه في وجود نيكل مجزأ نيكل مجزأ كعامل حفاز مهم جدا في هذا التفاعل <applause> حصلنا على سي 2 h 6 يبقى حصلت على الايسان مركب الايسان من كلوريد الايه الايسايل دي طريقه من ضمن الطرق اللي موجوده عندنا وطبعا لو خدت الايسان وقلت العكس عشان اجيب كلوريد ايسايل هاخده مع واحد مول من الكلور في وجود اشعه فوق بنفسجيه هيحصل على سي 2 اتش 5 سي سؤال جميل ومن الاسئله اللي بتتكرر معانا في الامتحانات الجزء اللي بعد كده الكحول الايسيلي كحولات خواصها الفيزيائية إيه؟ كحول إيسيلي متعادل التأثير على محلول صبغة عباد الشمس لأن الـ اللي عنده غير متأين كحول إيسيلي بيدوب في المية لأنه بيستطيع تكوين روابط هيدروجينية الكحول الإيسيلي بيكون روابط هيدروجينية مع المية فقابل للزواج درجة غليان عالية كحول الإيسيلي عنده OH واحدة يكون روابط هيدروجينية ترفع درجة غليانه ساعده في الذوبان في المية بالأو اتش OH دي غير متأينة روابط تساهمية ما بيأثرش على أي محلول موجود عندي ما يأثرش على صبغة عباد شمس ما يأثرش على الميسيل البرتقالي ولا أي دليل من الأدلة اللي موجودة معنا طيب ما تيجي نتعرف مع بعض كده على الخواص الكيميائية للكحول الإيسيلي عبارة عن إيه؟ الكحول الإيسيلي سي اتنين اتش 5 مجموعه ايسايل مع او مرتبط بالاتش احنا عندنا خواص هنا من المركب اللي قدامي ده الكحول الايسيلي هندرس تفاعل قسطره والتفاعل حامضيه للكحول بتظهر لما يتفاعل مع ما يسمى بالفلزات النشطه يعني هدرس خواص تختص بذره الهيدروجين لمجموعه الهيدروكسين اللي هي القسطره بالاضافه للحمضيه هندرس خواص تختص بمجموعه الهيدروكسيل على بعض اللي هي تفاعل الكحول مع hcl سي خواص خاصه بمجموعه الايه الكربينول اللي موجوده عندي مجموعه الكربينول يبقى هذه خواص تختص بالهيدروجين بالهيدروكسيل بالكربينول خواص خاصة بالمركب كله على بعضه دي الخواص الكيميائية بتسلسل تاني في خواص هندرسها خاصة بذرة الهيدروجين في مجموعة الهيدروكسين خواص خاصة بمجموعة الهيدروكسيل ككل خواص تختص بالكربينول خواص خاصة بالمركب الكحولي ككل البداية لما نيجي نتكلم عليها وندرس الخواص اللي موجودة عندنا في الكحول الإيسيلي هنا اول خاصيه اللي هو تفاعل ايه حامضيه الكحول انا لسه بقولك لك الكحول ده يعتبر مركب ايه متعادل بس حامضيه الكحول اساسا بتظهر عند تفاعل الكحول مع ايه مع بعض الفلزات النشطه انا هاخد سي 2 اتش خمسة او اتش كحول ايسيلي هفعله مع الصوديوم مع الصوديوم يلا مع الصوديوم ايه اللي هيحصل صوديوم فليز نشط هيطرد الهيدروجين يتصاعد غاز الهيدروجين يسبب حمضية للكحول ويتكون عندي ستنين اتش 5 او ان اي بيظهر على هيئه راسب لونه ابيض من ايه ما يسمى باي سو اكسيد الصوديوم اي سوكسيد اكسيد الصوديوم نتج لما فعلت الايثانول مع الصوديوم اداني ايثوكسيد صوديوم زائد هيدروجين طبعا اتش2 هضرب ده في 2 للوزن ومعانا هنا 2 والصوديوم 2 يبقى الايثانول مع صوديوم كون ايثوكسيد صوديوم زائد هيدروجين ده راسب لونه ابيض مركب يسمى ايثوكسيد صوديوم هنفتكر سؤال مهم جدا جدا وفي بعض الملاحظات نتعرفها على كيفيه التمييز ما بين المركبات ايه السؤال ده في بدايه العضويه اتعرفنا مع بعض على ايه على المشابهه الجزيئيه المثال اللي كان عندي كان مثال اللي هو الايثانول مع مركب ايسير ثنائي ميسايل ايسير ثنائي الميسايل والايثانول مشابهه جزيئيه يسالني في الامتحان كيف تميز بين ايثير ثنائي ميثايل وكحول إيسيلي طبعا ده موجود في انبوبه ده موجود في انبوبه في بعض الطلبه بتقول ايه هنضيف قطعه صوديوم صح فمع الايثانول يظهر راسب ابيض طب انت عرفت ازاي ان ده ايثانول الانبوبه انت دي مجهوله عندك ودي مجهوله يبقى صح اكتبها ازاي نكتب مع بعض كده بالراحه كيف تميز بين الايثانول وإيسير ثنائي الميثايل بإضافة قطعة صوديوم الأنبوبة التي تظهر بها أو الذي يظهر به راسب أبيض يعتبر إيثانول الأنبوبة الأخرى التي لا يظهر فيها هذا الراسب يعتبر إيسير ثنائي الميثايل أو بطريقة تانية كيف تميز بين إيثانول وإيسير ثنائي ميثايل إضافة قطعة من الصوديوم إذا ظهر راسب أبيض يعتبر هذا إيثانول إذا لم يظهر هذا الراسب يعتبر إيسير ثنائي ميسايل واكتب المعادلة اللي لسه أنا كاتبها معاك اللي لو حبينا نشوفها تاني أهو الإيثانول مع الصوديوم كون معانا راسب لونه إيه؟ أبيض من إيسوكسيد الصوديوم وهذا المركب قابل لإيه؟ للتحلل المائي ازاي؟ يعني انا لو خدت سي اتنين اتش خمسة او ان ايه عملت له تحلل مائي في وجود ميه اتش او اتش ايه اللي هيحصل؟ طبعا الصوديوم بيطرد هيدروجين هيدخل الصوديوم مكان الهيدروجين يكون معانا ان ايه او اتش هيدروكسيد ده صوديوم هيدروكسيد صوديوم يفضل معانا ايه؟ سي اتنين اتش خمسة او إتش. كون عندي ستين اتش 5 او اتش حصلت على الايثانول من إيسوكسيد صوديوم على طول يتبادر للذهن كده مع بعض إيه سؤال من الايثانول كيف تحصل على ايسو اكسيد صوديوم والعكس العكس بتاعها ايسو اكسيد صوديوم يتحلل مائيا يكون معانا صودا كاويه وايثانول طبعا زي ما احنا شايفين كده أنا حصلت على الإيثانول من تفاعل الحامضية للكحول. من الحامضية أداني راسب أبيض، عملت له تحلل مائي طلعت برضو إيه الإيثانول مرة إيه أخرى. التفاعل الثاني اللي معانا اللي هو عملية القسطرة. القسطرة أتخذت تفاعل القسطرة ده في الباب الثالث لما خدنا حمض أسيتك مع كحول إيسيلي كون استر استات إيسايل ومية والتفاعل ده كان انعكاسي آه، عشان نتكلم مع بعض على القسطره شرحه هيطول واحنا النهارده اتعرفنا مع بعض على تحضير الكحولات بصفه عامه تحضير الكحول الايسيلي خدنا اول خاصيه موجوده عندي ولكن للاسف الوقت جري بينا وانتهى وقتنا وخواص الكحولات هيكملها زميلنا الافاضل في الحلقه اللي جايه ان شاء الله يارب تكونوا استفدتوا بيها ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته